السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أولا شو رأيك في الديربي هذا اللي غيجمع ما بين الوداد والرجاء برسم نصف نهائي كأس العرش؟ واش نقول لك، الديربي كيبقى ديما ديربي، ديربي اللي كتلعب الكرة كتربح. أنا كنجي للمغرب باش كنتفرج في الكرة، ما كنتفرجش في الشغب ولا شي حاجة. أنا بغيتهم يكونوا كلهم عائلة واحدة. الرجاء اللي ربحات مزيان، الوداد اللي ربحات مزيان، دو توت فاصون وحدة خصها تربح. فوالا أون توكا وتو يا شوف كيما كان الماتش كيما كان، وحده تخرج رابحه. انا بغيت اولا ما تكونش المضاربه، يكون كل شيء ما مخاصمش وكل شيء يخرج ناشط، لا رجاء لا وداد، حنا كاع مغاربه. راه البارح كنت في الرباط تفرجت في الماتش ديال مصر والمغرب، يعني كنت في الرباط بقيت حتى لشي 2 دي ماتان، يا غيا كي سي سي باسي، يعني كل شيء لازم مزيان الحمد لله، وداك الشيء اللي بغيت يكون في كازا ان شاء الله. التوقع ديالك لهاد المباراه هذه؟ والمباراه شويه تكون صعبه، صعبه بزاف، باسكو الوداد ديجا مشى لها واحد لاكوب لي غالي ضد الاهلي، يمكن ياك اللي ما تفرجش فيه، كنت انا ديك الساعه في منهاطن في امريكان وجاتني الخبار. والماتش عاوتاني اخر ديال البطوله اللي خصها تربحو كانت تربح اكادير باش تمشي مزيان، اللي كان قال لي واحد السيد كيتصل معايا في الواتساب. دونك الوداد ما خصهاش تدخل وهي كايا، تدخل تلعب الكره والرجاء تلعب الكره، واللي لعبات مزيان غادي تربح. والجمهور البيضاوي اش نقول لك، انا كنتقلق عليه بزاف، ما عرفتش علاش كيضربوا. راه الرجاء الاحمر ولا الاخضر كنا بحال بحال، حنا كاع مغاربه كاع مسلمين، علاش غادي نتخاصموا ونخليو الام توا تابعنا وهذا تابعنا وهذا تابعنا؟ خص كل شيء يخرج ناشط الحمد لله، وان شاء الله كنتمنى المباراه تكون مزيانه ان شاء الله. دونك انا لعبت في الوداد في 1989، لعبت فيها كان لونترينور ديالي سالم وكان مجاهد. ملي كنت كنلعب كنت شويه كسول، ما كنتش كنجي في لونطريمون بزاف، كنت كنجي مره ما كنجيش. وفريق الوداد البيضاوي اللي هو اللي كان الحلم ديالي باش نلعب فيه، والاسم هو دريس، انا سميتني دريس. دريس انا لاعب سابق في الوداد البيضاوي من واحد المده ديال 6 شهور مع مجاهد، مع كان لونطريينور سابق هو مارك مارك ايفريت، وسجلت سجلت اهداف و فهاديك ما لعبش ديربي، وكنتمنى بان الديربي يدوز في جو صافي ومؤمن. وكما قال الصديق ديالي دريس، الوداد ولا الرجاء راه فرق ديال الدار البيضاء والبيضاوي اللي لاعبين، وكنتمنوا بان تكون مباراه في المستوى، لا من ناحيه التقنيه لا من ناحيه الاسلوب. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.